أتمنى أن يكون بسرعة نظرا لضيق وقت القيادات في هذا الموضوع. إن شاء الله أقول أسماء العشر رانكات الأوائل من العاشر لحد الأول. مركز العاشر فيديو بنصيب الجامعة الروسية تيم 10 ميكاترونكس 90%. التيم ليدر يطلع عشان يسلم على الدكتور. المركز التاسع جامعة حلوان ولا في 35. تسعين في المية. المركز الثامن جامعة القاهرة في 17 جرو سبيس 91%. المركز السابع جامعة عين شمس تيم 41 كوميونيكيشنز 92.15%. المركز الثالث تيم الجامعة الروسية في 9 كوميونيكيشنز. اثنين الجامعة الروسية حصلوا على مركزين في العشر أوائل 92%. المركز الخامس ماست مصر علوم في هذا تيم ميكانيكا 92.95%. المركز الرابع الزقازيق في 11 يور سبيس 93%. المركز الثالث جامعة عين شمس في 43 93.93%. المركز الثاني جامعة بنها تيم 27 كوميونيكيشنز 94.5%. المركز الأول جامعة أسيوط في 22 كوميونيكيشنز 96 بس 100. دكتور عمر عبد الجابر اتفضل. فين جامعة أسيوط؟ التيم 27 و22 اتفضلوا. الصوره الجماعيه بقى للعشره الاوائل هنا على المنصه. التيمات العشره الاوائل اتفضلوا. التيمات العشره الاوائل اتفضلوا.
Thank you.